بعض الناس كفار ومع ذلك عندهم نعم من نعم الله عز وجل، بعض الناس عصاة ومع ذلك عندهم نعم من نعم الله سبحانه وتعالى. ربما يفتن البعض بسبب ذلك ويقول أنت ترى الكافرين يتقلبون في النعم وترى العصاة يتقلبون في النعم، إزاي بقى إن كفران النعمة يؤدي إلى زوالها؟ العلماء يقولون إذا كفر الإنسان النعمة زالت النعمة من عنده، هذا إذا كان مؤمنا، إذا كان مطيعا، إذا كان قريبا من ربه، علشان يرجع لنفسه ويحاسب نفسه ويقول النعمة دي زالت ليه، أنا ما شكرتش ربنا، يا رب أستغفرك وأتوب إليك، ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الكافر لما تراه يتقلب في النعم، العاصي لما تراه يتقلب في النعم، اعلم أن ذلك استدراج. استدراج بمعنى أنه كلما عصى ربه كلما زاده من النعم، فحتى إذا وصل إلى مكانة ما أخذه أخذ عزيز مقتدر. وكان مولانا الشيخ الشعراوي الله يرحمه كان يقول يا جماعة محدش بيقع من على الحصير، يعني الواحد مكان منخفض كده لو واحد اتزحلق من عليه ولا وقع لن يصاب بسوء، إنما اللي بيقع من على مكان عالي جدا هو ده اللي بيصاب بإصابات بالغة. وكان يقول لما تشوف المصارع وهو بيرفع خصمه إلى أعلى، هذه ليست محبة في خصمه، الطفل قاعد مع جده بيتفرجوا على مصارعة مثلا، وبعدين الطفل شاف إن المصارع بيرفع خصمه إلى أعلى، الطفل لأن عقليته على قده مش فاهم، فبيقول له الله ده بيحبه ده كده بيرفعه لفوق، فلكن جده لأنه يفهم الأمور جيدا يقول له لا، هو يرفعه حتى إذا تركه ينزل على الأرض تألم ألما شديدا. الاستدراج يعني يشبه ذلك، ولله تعالى المثل الأعلى. فلما ترى إنسانا كافرا ومع ذلك لا يصيبه سوء أو يتمتع في نعم الله عز وجل، فهذا يسمى استدراج. قال الله تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. طب ربنا سبحانه وتعالى بيعمل كده مع الكافرين والعصاة والمنافقين، احذر ولنحذر جميعا أن نكون من هؤلاء. فإياك أن يعطيك الله عز وجل نعمة وتعصيه بها، إياك أن يعطيك نعمة وتذهب في طريق الباطل، إياك أن يمكنك من قلم وتكتب به ما يغضب الله سبحانه وتعالى، إياك أن يمكنك من شاشة أو موقع إلكتروني وتستخدمه فيما يغضب المنعم سبحانه وتعالى، إياك أن يعطيك زوجة وتعصي الله عز وجل بها في ليلة عرسك، إياك أن يعطيك المال وتنفقه فيما حرم الله، إياك أن يعطيك العلم وتستخدمه في معصية الله سبحانه وتعالى، فربما تكون في حالة استدراج.